صح ضيفي الكريم دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي، اولا تحياتي لحضرتك. متشكر جدا استاذ احمد، مساء الخير لحضرتك ولكل مشاهدينا الكرام. خلينا نبدا بالراحه كده، ايه اللي حصل النهارده؟ لقينا صعود دولار ثم هبوط بعد ذلك، ايه اللي حصل؟ ما الذي جرى اليوم؟ ايه اللي دفع البنك المركزي لاتخاذ هذا الاجراء؟ شوف يا فندم، كان ليا الشرف ان انا مع حضرتك هنا من 3 أسابيع وقلنا الروشتة اللي اتفقت بيها الدولة المصرية مع صندوق النقد الدولي. وحطوا كده 4 أو 5 أمور لازم مصر تلتزم بيهم. الموضوع اللي حضرتك يعني في سياقه أو حديث الساعة النهاردة، الدولار راح فين أو الجنيه هبط ليه الطريقة دي؟ قلت لحضرتك إن في اشتراط ما بين الدولة وما بين الصندوق، التحرك المرن ده ما ننساش وفق آليات السوق. خلاص الدولة أو البنك المركزي هيطرق السوق، وحتى بالأمارة النهاردة لو حضرتك بصيت على محصلة البنوك داخل الجهاز المصرفي هتلاقي في تفاوت في مستويات الأسعار. وفضلت ترتفع، وأنا حتى قلت لحضرتك هيحصل ضغط. ضغط ليه؟ لأن في إقبال وشغف من الناس ومفيش تقدير، علشان إحنا ملناش الدولة يعني ملهاش اليد العليا على السوق السوداء. والطلبات هتكون كتير علشان احنا في احتياج للعمله الاجنبيه. واذكر حضرتك قلت لك في شهرين فخامه الرئيس والحكومه وعدت تكون كل المستلزمات دخلت الدوله. بيأكد على كلام مين النهارده؟ دوله رئيس الوزراء النهارده طلع تصريح رسمي ان هو افرجه في العشر ايام اللي فاتوا دول على مستلزمات ب1.5 مليار دولار. نقطه هنا، العشر ايام دول فيهم ايام اجازات، يعني حضرتك لو حسبتهم هتلاقي ان في 4 أو 5 أيام اللي اشتغلت فيهم الحكومه فقط لا غير. يعني انا لسه عندي كلامي، قرايتي للموضوع ان بيحصل تكالب كبير جدا، هيحصل فقاعه زي ما بيسموها الاقتصاديين كده، ارتفاع كبير جدا، ما تعرفش قيمه الدولار ده صح ولا غلط. وانا بقول لك ده غلط، علشان كده جه في اخر اليوم بعد ما حصل بقى الرقم تجاوز ال 30 ابتدى ينزل تاني في البنوك. هنفضل كده؟ طبعا هنفضل كده. عشان كده دايما انصح الناس، خلي بالك عمرنا يا استاذ احمد في سوق المال عمرك دايما ما هتعرف تبيع اسهمك في اعلى نقطه، ولا هتعرف تشتري في ادنى نقطه اللي بنسميها القاع. علشان كده النهارده التخوف اللي حصل ايه؟ الناس تكلبت بعد كده ودخلت تبيع. وده اللي بيدي دايما طمأنينه شويه ان في تحرك داخل الجهاز المصرفي، ان طالما ابتدت الامور ترتفع ارتفاع مخالف او مغاير للواقع بيحصل عرض زياده من العمله الاجنبيه. طب ايه سببه؟ نقول سريعا بسرعه. ما تنساش ان في فضل، طبعا طبعا فضل ربنا. شهادات ال 25% اغراء لكثير من الناس. والشهادات ام 22.5 اللي هي بتدي عائد شهري اغراء للناس. والنهارده ابتدينا نشوف ان في ارقام كبيره بتخش للشهاده دي. يمكن نتجاوز ال 200 مليار؟ طبعا ممكن. ونسرع في هذا الامر. هو ده التوصيف اللي تقدر تقراه. طيب دكتور مصطفى، الوضع اللي هو الناس راحت للسوق السوداء، كان الناس تقتني دولار، حصل دولاره بدات النهارده، وبالتالي انت اللي حصل النهارده انه بعض الناس قالت انه والله البنك عمل، البنك المركزي، عشان بدل ما انت بتعمل سوق سوداء بتحاول تصل الى تعادل قريب من السوق ده هنا والبنك، يبقى انا باجي لك البنك بدل ما انت كنت مستخبي وانت بتغير النهارده، لا انا بروح بشكل رسمي للبنك وبشكل رسمي. طيب ممكن اوصف كلام حضرتك كده ببساطه خالص لجمهورنا. هي الدوله عملت كده ليه؟ يعني هي راحت ليه لصندوق النقد؟ وصندوق النقد نصحنا بايه؟ نمرة واحد، احنا عندنا في مشكلة. المشكلة دي عبارة عن ايه؟ في مجموعة ناس كده اسمها السوق السوداء بتكتنز العملة. وللأسف العملية دي تغلغلت داخل المجتمع المصري، وبقينا نسمع التجار، البيوت اللي في الأرياف، اللي في الصعيد، اللي مصر كلها عملوه كأداة استثمار. بالظبط كده. وللأسف دي غير مسيطر عليها سيطرة نهائي. والدولة النهاردة يا فندم قايمة بدورها. وعملت اتفاق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وابتدينا نقترض، وحصل عندنا ترشيد للاستهلاك، وابتدينا نكون في يعني تداعيات أخرى بتتحملها الدولة. مظبوط؟ التداعيات دي بسرعة يعني كل ما بترفع سعر الفايدة بتتحمل جزء منه الدولة. ده ببساطة خالص. فما ينفعش المجهود اللي بتقوم بيه الدولة ده يهدروا شوية ناس. ده ببساطة كده يا أستاذ اللي هم احتفظوا بالدولار. بالظبط كده.
مين او اكتناز الدولار، مين الراس اللي بيتلاعب في سعر الدولار؟ ما هو بص يا فندم، اكتنز الدولار وصل فتره من فترات 36 ودلوقتي بنتكلم فيها اكتر من ذلك في حديث الشارع، لكن ده الحديث اللي هو غير مقنن. نعم. طب نعمل ايه الدوله؟ قالت لك لا، عشان بقى اثبت نجاحي. ما هو النهارده لو ما بقاش في سعر واحد في الدوله، واحد يا استاذ احمد، تحولات المصريين مش هتيجي. مظبوط ولا انا غلطان؟ لازم يبقى في واستثمارات تجيل. لا انا خليني بس تحولات المصريين. نعم. حضرتك انت بره ولقيت واحد بيقول لك الدولار ب 40 ب 30 مش عارف ايه، وفي الجهاز المصرفي حضرتك بتقول ما ينفعش اسيب السوق للسوق السوداء خالص. ما ينفعش، ما تبقاش بلد. نمره اتنين. اللي بيهمني انا بقى، ايوه، وركز معايا، اتفضل، ثقة المستثمر اللي جاي اللي احنا بنعمل عليه الروشتة الكبيرة دي مش هيجي. ليه؟ ما هو انت عندك سعرين ثلاثة، مظبوط؟ سعر النهاردة موجود جوه الجهاز المصرفي، وسعر جوه السوق السوداء، وسعر بره عنده في البلد اللي هو قاعد فيها. نعم. مظبوط ولا انا غلطان؟ فاللي حصل ده يجذب استثمار طبعا، بتقول يجذب، ولا نرجع يعني بس مش هيجي لو عندك سعرين؟ ده بكل تأكيد، كل تأكيد. وانا اقول لحضرتك الكلام ببساطة ليه؟ ما انا ممكن اقعد اقول لك كلام اقتصادي. نعم. واقول لك المعروض من النقد الاجنبي. نعم. لكن انا بوضح علشان المجتمع يا فندم النهاردة لازم يعرف المقدار من المجهود اللي بتقوم به الدولة. المستثمر عايز استقرار في سعر الصرف، وده ما حصل، لو ما حصلش ايوه ما تدورش على استثمار، ولا تدور على صندوق النقد الدولي تاني، ولا تكلمني. قولا واحدا ده اللي بقول للمجتمع يعني. اتفضل. اللي حصل النهارده اجراء للقضاء على السوق السوداء بكل تاكيد. نعم نعم. وما ينفعش نرجع. انت عارف يا استاذ احمد، احنا زي طالع من مثلا من محافظه رايح محافظه، وبعد ما وصلت النص الطريق بتقول انا لسه هدرس تاني. ما ينفعش، خلاص انت اتخذت قرارك، انطلقت بالموضوع الاقتصادي، خرجت بيه بتحرير سعر الصرف والتحريك وفق اليات السوق، ما ينفعش ترجع. طيب هيأثر على وارداتنا ايه وعلى صادراتنا ايه اللي حصل النهارده؟ خلينا نقول الصادرات. صادرات بمنتهى البساطة، الدولار كل ما يكون يعني بيتفاعل اكتر مع السوق، فيقدر النهارده تكون الصادرات في زيادة، الطلب على الصادرات في زيادة، خاصة ان المستورد النهارده بيحاول يبحث على امرين. الامر الاولاني ان يكون السوق مستقر والبضاعة اللي بيحصل عليها بتليق بالجودة اللي هو مطلوب بيها، والحاجة التانية مقدار اللي هو بيحصل عليه من تحويله للعملة الاجنبية. نعم. تعال بقى للواردات النهارده، هيكون ليها من التداعيات؟ طبعا هيكون ليها من التداعيات، ولكن سريعا، النهارده لحق الامر ده دولة رئيس الوزراء واصدر قرار ان هيكون في مبادرة ب 150 شجع المنتج المحلي. بالظبط كده. صناعة وزراعة. وفي نقطة في غاية الأهمية، ده بقى الاقتصاديين، لرأس المال العامل، يعني علشان تدور مستلزماتك وتشتري خدمات تقدر تزود القيمة المضافة للمشروع بتاعك، الدولة هتسندك. نعم. ب 11%. فده أعتقد التكون الفكري ليه إن يكون الدولة بتسير على عدد من المسارات. ده لو ما حصلش يا أستاذ أحمد النهاردة، والناس لازم تبقى واعية وفاهمة للي بيحصل ده، البرنامج ده مش هينجح. برنامج الإصلاح ده مش هينجح. ليه؟ لأن لازم يكون في توافق مجتمعي والناس ارتضت بيه. طيب أنا هنا النهاردة بعمل دعم للمنتج المحلي، بعمل زيادة طلب عليه من الناس، وبالتالي بوفر فرص عمل أكتر. مظبوط. وخلينا نقول هو ايه مردوده تاني، نقول ببساطة كده ايه مردود اللي احنا بنعمله ده على المجتمع. واحد، لازم لما توفر العملة هتزود القيمة المضافة في عملية التشغيل، يعني انت بتفتح المصانع تاني. اتنين، بتزود الاستثمارات. تلاتة، بتدي ثقة للمستثمر الخارجي ان هو يخش عندك. النهاردة يا استاذ احمد ما اعرفش حضرتك بتتابع سوق المال ولا لا؟ نعم. طيب سوق المال النهاردة في اول مرة تقريبا منذ فترة بيطلع زيادة تاني، تجاوزنا التريليون جنيه، وابتدى النهاردة يكون في دخول للمستثمرين العرب في شراء السندات. دي امر في غاية الاهمية. ليه؟ ما كانش موجود من الاول. عايز تجذب استثمار لازم تلتزم بشروط صندوق النقد، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، تخلي سعر الصرف واحد علشان نقدر نحقق الانجاز اللي احنا بنشغلين فيه. هل مواجهه السوق السوداء يؤدي الى معدلات تضخم تنزل، وبالتالي يساعد في استقرار الاسعار، او حتى ممكن الاسعار تنزل؟ احييك، نقطه في غايه الاهميه.
لو احنا سيبنا السوق العادي، السوق السوداء مقابل السوق السوداء، السوق العاديه ومقابل السوق السوداء، التضخم هيزيد. لكن انت النهارده بتجتاز الفتره اللي هي بتاثر الفتره بتاعت التضخم بان انت لازم تقضي على السوق السوداء. وجهه نظري لازم يكون مفيش سوق سوداء، لازم يكون في سعر واحد داخل الدوله. نعم، ده هيحسن من مؤشرات التضخم، وان كانت صحيح هتاخد فتره. واحنا اتكلمنا الفتره دي قد ايه؟ ممكن تتكلم في شهر. نعم، الشهر ده حاجه بسيطه ولا كتيره؟ لا، اقول لك حاجه بسيطه مقارنه بالوضع اللي احنا بنشوفه في العالم. يا استاذ احمد، لغايه النهارده وانا بكلمك دلوقتي في ازمه في اوروبا وفي ازمه في امريكا في اسعار البترول والغاز والطاقه. نعم، زادت عليهم من كمان ان معدلات البطاله ابتدت تزداد. ده مؤشرات خطر على الاقتصاد العالمي. فان احنا ننجو وننجو ده يعني الحمد لله نبتدي نتحرك افضل شويه، ده انجاز. علشان كده بتقول لي ليه الدوله بتعمل كده؟ بقول لك بتحجم التضخم. محاربه التضخم ده لازم تقضي على السوق السوداء عشان يتم السيطره على العمله. السيطره على العمله دي نتيجتها هتزود الاستثمار، ترفع معدلات نمو، تزود تنميه. ده اللي احنا عايزينه. كويس، ده تصوري للوضع. طيب خلينا نروح نشوف صندوق النقد وتوقعاته، الانفوجراف اللي عامله مجلس الوزراء النهارده. تمام، نشوف مع بعض عشان حضرتك كمان تشرح لنا ايه مجلس الوزراء النهارده المركز الاعلامي. نشوف مع بعض الانفوجراف والدكتور مصطفى بدر يشرح لنا ايه الحكايه. هو مجلس وزراء في نشوف الانفوجراف الاول. بنتكلم على دكتور مصطفى ابرز توقعات تقرير صندوق النقد الدولي، بيتكلم هنا على معدلات النمو. بنتكلم على نروح ل 22 23 بيتكلم على 4، 23 24 5.3، 24 25 بنتكلم 5.7، 26 25 26 قرابه 6%، 25 لحد 27 معدلات النمو هنا تاتي. اتفضل اشرح لنا. شوف يا فندم، صندوق النقد الدولي وضع رؤيته لمده 5 سنوات. ايوه، الخمس سنوات دول قد ايه معدل النمو قادر ان هو يتحرك مع معدلات التشغيل الحاليه داخل الدوله. نعم، يعني بيقيس قدره مصر الاقتصاديه النهارده والهيكل المالي ويقول معدلات النمو تقريبا هتصل لفين. نعم، لو حضرتك بصيت اللي هي 22 23 ان شاء الله اللي هي هتنتهي في 30/6 ده اللي ايوه كانت صندوق بيتوقع لنا اكتر من ذلك. ولكن بعد المراجعه قال لا، مصر هتجتاز فتره ب 4% في معدل النمو، ولكن العام القادم هتزيد بما يقرب زياده اكتر من 12% في معدل النمو. الفرق ما بين الاربعه والخمسه وثلاثه من عشره يعني زياده اكتر من ذلك. وابتدى يشوف قد ايه طموحات الوضع الاقتصادي، فابتدينا نزيد من 5.3 ل 5.7. دي بنسميها احنا قفزات. يعني مش 4.1، 4.2، لا قفزات. الصندوق متوقع كده، الصندوق متوقع كده. نعم، والصندوق دايما بيبقى متحفظ. متحفظ ليه يا استاذ احمد؟ لان هو شايف الدوله المصريه في ضمن الاحداث العالميه. احنا مش بعيد عن سوق البترول يا استاذ احمد. نعم، ولا بعيد عن سوق الغاز. السوق العالمي ده هو اللي بيأثر علينا احنا تأثيرنا. طيب عشان نلحق اتفضل يا فندم، عشان وقتنا. معدل التضخم بنتكلم النهارده 22 23 اقتربنا من 16%. مظبوط، تقريبا صح. خلي بالك يا فندم، معلش تاني عشان جمهورنا الكريم هيقول لك الرقم ده مغاير عن الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. احنا بنقول ده بياخد قياس لمدى زمني لمده السنه الماليه. مش السنه العاديه، مش 22. نعم، فاخد من النص للنص النوادي ان شاء الله. فمتوقع ان احنا ده اللي هو النص هنكتبه 30/6 30/6 الجاي لغايه 30/6 يعني الخمس ست شهور الجايين. مؤشرات التضخم تنخفض نسبيا مش كليا. طيب هنا اتكلم على ادي 22 23 24 23 24 11 بينزل. مظبوط، رايحين ل 24 ان شاء الله 25 بينزل لحد ما اوصل ل 25 26 27 يصل ل 7% اللي كنا مزبوط فيه قبل 2000 وكام؟ 2016 احنا أيوة. طلعنا في 2017 كان 33% 16 أو 17 طلعنا على حاجه و30% وبعد كده نزلنا تاني تدريجيا. نعم، واسمح لي لو حضرتك بصيت ان هو في 22 23 نعم، وبعد كده 23 24 نزل تقريبا 5 درجات. 5%. نعم، فالنزول ده سيبك من الارقام الفوق، سيبك من ال 16 ومن ال 11،
احسب انت كمواطن او كالدولة لو نزلنا كل فترة 5-6%، ده بالنسبة لمردودنا بتحجمنا للتضخم داخليا، اعتقد ده نجاح. اللي هو تأثيره على المواطن، تأثيره على المواطن، اربط ده بتأثير المواطن من التضخم ده ونزوله. بالضبط كده، وده اللي بقول لحضرتك هيكون مردوده على المجتمع المصري بتحسن موضع الاقتصاد داخليا. طيب دكتور مصطفى، خلينا نروح للدين الخارجي عشان الناس مشغوله قوي دايما بالدين الخارجي. حاضر. ما بيبصوش على الداخلي ولكن دايما عينهم على الخارجي، فنروح للانفوجراف اللي بيتكلم على الدين الخارجي. بنتكلم النهارده على 39 من الناتج المحلي، طبعا نسبه من الناتج المحلي مظبوط، الاجمالي 22 23 39.5 6 من 10، بعدين بينزل العام المالي القادم 23 24 35 فصل 8، ثم 24 33.2، 30.9، نقول قرابة 31 في 25 26، ثم هينزل 28% عام 26 27. متفضل، ده بيعني ايه بالنسبة؟ انا عايز المواطن يبقى عارف الدين الخارجي هينزل ازاي. شوف يا فندم عشان نريح بس الناس، ربنا يعني يكرمهم، الدين ده مقسم لجزئين. جزء بالدين على الحكومة، على الحكومة ذات نفسها. نعم، هنقول نعتبر ان احنا عندنا 160 مليار. نعم، هو ديننا 158 157. نعم، لو قلنا 160، نعم، في 80 على الحكومه وفي 80 على الاجهزه والمصالح اللي هي منتجه. فعايزك تطمن من الجانب ده، خلينا في الجانب الاخر. نعم، او نقول الجانبين مع بعضهم. نعم، اذا كان احنا نقترب من 40% من اجمالي الناتج المحلي، ده امر مش في خطوره. احنا دايما بنتكلم ان طالما انت ملتزم ولن تتخلف في السداد كدولة عن اي قسط، فانت ثقة المستثمرين او ثقة المؤسسات الاجنبية في تحسن. هتقولي طب بتقول كده ليه؟ اقولك لان صندوق النقد الدولي قال لنا ان شاء الله في عندكم قروض بتتاخد 3 مليار من الصندوق، في عندكم 10 كمان من الجهات المانحة، خلاف في واحد من بنك التنمية. اعتقد ده لو شايفين ان في خطر من الدين الخارجي ما كانش تم اضافتنا للقروض اللي هي تقريبا بتقرب من 18 مليار دولار. نعم، هو ده الارقام. ولو حضرتك بصيت بعد كده بقى في 23 24، هتلاقيك نازل حوالي ايه 4%. وبعدين كده 4% تانيين. نعم، ده تقريبا ما بيساوي اكثر من معدلات النمو. فانت بتحسن قدرتك التنمويه وبتقلل من الدين، فيبقى انت عندك في تشغيل داخلي. ببساطه كده، طالما ما بتقترضش من الخارج يبقى انت بتزود مواردك. يعني انا طالما ما رحتش البنك اخدت قرض يا استاذ احمد، او ان القروض بتاعتي ثابته زي ما هي او بتقل، يبقى انا عندي موارد بتزيد. أيوة، داخليا. ده بمنتهى البساطه. نعم. طب الموارد اللي بتزيد الداخليه دي بتكفي معدل المجتمع والاسكان داخل مصر؟ نعم. ليه؟ لان هم حاسبين، حضرتك بصيت بعد كده كمان معدل الزياده السكانيه اللي بتصل في الخمس سنين الجايين لاكثر من 20 لاقل 15 مليون نسمه زياده سكانيه. طيب نروح للانفوجراف رقم 2 يوسف لو سمحت، عشان كمان هنا بقى خلينا، عشان هنا ده مهم جدا 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 جدا. هنا الصندوق بيتوقع توقعاته للاحتياطات في البنك المركزي، الاحتياطي الدولي النقدي من الدولار. النهارده بنتكلم على 37.1 22 23، وتوقع العام المالي 23 24 ان شاء الله اللي يبقى هيبدا 1 يوليو القادم باذن الله، يخلص 30/6/24، بيتوقع نصل ل 47 مليار و200 مليون دولار. بيتوقع عام المالي 25 نتجاوز حاجز ال 51 مليار دولار، نتجاوز 25 26 حاجز الثلاثة، نقترب من 64 مليار دولار كاحتياطي في البنك المركزي، نقترب من 78 مليار دولار عام 26 27. اشرح لنا الخمس سنوات دكتور مصطفى توقعات الصندوق النقد على الاحتياطيات النقد الدولي في البنك المركزي. طيب سريعا كده يا فندم، 2022 انتهى الاحتياطي النقدي الاجنبي في حدود ال 34 وازيد، حاجه بسيطه. نعم، في خلال الست شهور القادمين طبعا خلاص انت النهارده ما بقتش تستغل الاحتياطي النقدي الاجنبي. نعم، فكل مواردك من قناه السويس، من السياحه، نعم، من الصادرات، من اي حاجه، ويكون الفوائد الماليه بتاعتها هتخش داخل الاحتياطي
النقدي الاجنبي داخل الجهاز المصرفي. نعم. ده البنك المركزي. بنك. نعم. هيحقق نجاح ويوصل ل 37 ان شاء الله. نعم. ولكن في قفزه في العام اللي بعده بتزيد ب 10 مليار لان ان شاء الله شايفين واحد اللي هي اللي هي بواحد سبعه القادم. هتبدا 1/7 الجاي. بالظبط كده. ما احنا قفزه. قفزه ليه؟ 10 مليار. بالظبط. دولار. علشان يشوف الناس ان في زياده بقى في انتاجيه الغاز. في تحولات المصريين في الخارج. في عندك في الصادرات المصريه، ما انت خلاص ابتديت بقى تصلح بقى. نعم. عندك تصحيح اقتصادي داخلي خاصه بالصناعه. نعم. والزراعه. نعم. وايضا بالتشغيل بالمنتجات والبتروكيماويات. نعم. ده اللي هيحقق الطفره في الزياده في ان انت يكون عندك احتياطي نقد اجنبي. ده تصوري. لكن لو بصيت بقى في الخمس سنين هتلاقي ان في قفزه ما يقرب من 80% من 37 مليار اللي هو الخانه 22 23 لحوالي 78 مليار ل 77 او 78 مليار. ده هيضاعف القيمه الداخل الجهاز المصرفي. ده عباره عن ايه يا استاذ احمد؟ احنا بنتكلم السنه دي اللي هتنتهي في 30/6 دي تقريبا بنغطي احتياطنا خمس شهور. نعم. او قرب الست شهور. اقل يعني قول خلينا خلينا رايح له دلوقتي. بالظبط. لكن في ان شاء الله في الاجل الطويل اللي احنا بنسميه اللي هو او المتوسط 26/27 هتغطي حدود اكتر من 10 ل 12 شهر، يعني هتغطي سنه احتياجاتك. اذا وصلنا للرقم ده ان شاء الله وان شاء الله هنوصل له هتلاقي قيمه الجنيه تنزل. قيمه الجنيه تطلع عفوا قدام الدولار. الدولار ينزل. بالظبط كده. وطبعا ان شاء الله يا رب بس العوامل الاخرى تستقر. يعني الحرب ما تزيدش. سوق البترول ما يحصلوش حاجه ويحصل مشكله. ان شاء الله هو ده اللي احنا بنتوقعه عشان تكون زياده الحصاد. طيب الدرجة. هنا الجزء الخاص بيه بنغطي احتياجاتنا من السلع والخدمات قد ايه؟ النهارده 22/23 اللي هتخلص في 30/6 الجاي بنتكلم على 3.7 شهر. مظبوط. يعني خلينا نقول اربع شهور عشان نقول اربع شهور عشان الناس يبقى ايه؟ هنا بنتكلم على قرابه خمس شهور كمان 23/24 داخلين على قرابه كمان خمس شهور. مظبوط. 24 مستمرين مع بعض، قرابه ست شهور في 25، قرابه سبع شهور في 26/27. هنا الاحتياطي النقد اللي هنا هيغطي اللي بنتكلم عليه، يبقى هنا في ارتفاعات 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 لحد ما نوصل قرابه سبع شهور. اتفضل. شوف يا فندم ده الترجمه اللي هو اللي جنبه. الجدول الاولاني. اللي هو الاحتياطي الاجمالي الاحتياطات الدوليه. ترجمه لزياده التغطيه الواردات. نعم. رغم ان انا بشوف ان احنا في بدايه ان شاء الله 22/23 دي من بدايتها واحنا الحمد لله في تحسن، ابتدينا يعني في بارقه امل ان احنا تزيد يوم بعد يوم. نعم. هذا الامر النهارده لما نوصل بعد خمس سنين اعتقد هنغطي اكتر من ذلك، عشان كده قلت لحضرتك ممكن نوصل لعشر شهور مع زياده الانتاج والتحصيل الصناعي داخل مصر. عظيم. نروح للاستثمارات، صافي الاستثمار الاجنبي المباشر بالمليار. هنا مين اللي بيقول كده؟ لا الحكومه المصريه ولا احنا، ده البنك صندوق النقد الدولي هو اللي بيقول، هو اللي عنده التوقعات ديت انه السنه دي بيتكلم اللي هتخلص في 30/6 الجاي حوالي 10 مليار دولار. مظبوط. السنه الجايه اللي هتبدا 1 يوليو ان شاء الله وتخلص 30/6/24 باذن الله تجاوز 12 مليار دولار. 24/25 13.5 مليار دولار. 25/26 تتجاوز 14 مليار دولار. نتكلم 26/27 اكتر من 16 مليار دولار. ماذا يعني الاستثمار الاجنبي المباشر دكتور مصطفى؟ شوف يا فندم اذا ان شاء الله تم هذا الكلام. وطبعا احنا ده دولة رئيس الوزراء اعلنه وفخامة الرئيس اتكلم فيه، وابتدينا احنا قلنا في العام ان شاء الله اللي هو ابتدينا فيه 23 هنجذب استثمارات بحوالي 10 مليار، وابتدينا نتكلم النهارده عن ما بيسمى وثيقة الملكية. نعم. وابتدينا نتكلم النهارده عن دخول استثمارات سواء في التنقيب عن البترول والغاز او ما شابه لذلك. وده اللي متوقع له ان شاء الله في خلال الست شهور السبع شهور القادمين. نعم. بعد كده فندم مصر مش هتقل ان شاء الله عن 10 مليار دولار كل سنه. ولكن طالما احنا خلينا نقول لجمهورنا الكريم العشرة دي دخول استثمارات مباشرة. يعني تصنيع وتشغيل وانتاج داخل مصر. نعم. العشرة دي في السنه الحاليه طالما احنا بنحسبها السنه الجايه 10، لكن لو بصيت القيمه المضافه بتاعه العشرة الاولانيه دي نعم هتزيد في 23/24 تعمل اكتر. والقيمه المضافه بتاعه السنه الجايه او السنه اللي بعديها قيم المضافه دي يا فندم يعني بتحقق زياده في القدره الانتاجيه داخل مصر
فممكن توصل في 26 27 اكتر من ذلك بكثير. طيب خلينا نروح دكتور مصطفى، نروح كمان للجزء الخاص بالصادرات اللي احنا دايما بنتكلم عليه، عمل وانتاج وتشغيل، وبالتالي بتصدر سلع وخدمات. نتكلم حاليا 22 23 76 فاصل 4، نتكلم على قرابة 80 العام اللي جاي 84، نصل إلى 26 27 92 مليار دولار. هل البترول والغاز داخل في ده ولا لا؟ أيوة يا فندم داخل في ده، وأتمنى إن شاء الله إن احنا في إعلاننا يعني البترول داخل معانا في الرقم ده، في الرقم ده يا فندم. خلاص والغاز خلينا اللي هو صادرات مصر إجمالية إجمالا إجمالي احنا حققنا أكتر من 55 مليار على السنة الماضية، فإن شاء الله السنة دي ممكن اللي هو 30/6 القادم نجتاز القرب الحاجة و70 مليار دولار، ولكن حلم الرئيس لسه ما جاش 100 مليار ال 100 مليار عشمان ان شاء الله بالقيمه المضافه بدخول الاستثمارات اللي احنا كنا بنتكلم عنها دلوقتي يا فندم. نعم صافي الاستثمارات الاجنبيه اللي هي ال 10 في اول سنه وال 12 ده يحققوا ده في اقل من الثلاث سنوات. هل ممكن احنا نعمل كده؟ طبعا. ليه؟ لان احنا شايفين ان في استثمارات بتخش في بعض من المشروعات سواء الصناعيه او البترول والغاز ابتدت يكون ليها مردود ايجابي. مثال الغاز، وده اول مره تحصل ومحدش بيتكلم عليها يا استاذ احمد. تاني مصر عملت اكتفاء ذاتي من الغاز وابتدينا نزداد في حصيله التصدير. لو ما كانش موجود الاكتفاء الذاتي من الغاز حضرتك ما كنتش هتشوف الارقام دي. الصندوق امبارح بيتكلم عن 23 مليار دولار على الغاز. ايوه غاز ونفط مش كده؟ طيب ليه الناس ما بتذكرش الرقم ده؟ ما بيتقال ده اول مره يتقال. كل اول بنتكلم في 7 في 8 في 10 في 12، لكن الصندوق هو اللي قال لنا الرقم ده 23 مليار دولار. شوف يا فندم دايما الناس ما بتنظرش للشيء الايجابي. عايزه تنظر للشيء اللي مصار داخل المجتمع. وللاسف هي دي الشبكه العنكبوتيه اللي ربنا ابتلانا بيها، كله بيثير المجتمع. ودي كانت نتيجته اللي حضرتك بتشوفه اثره في الدولار، وصل الدولار وصل الدولار وصل. نعم. وطالما طرقت الدولة للإشاعات للأسف ده بيكون تأثيرها النهاردة أنت مش عارف بتكلم مين. يعني ده في السوق. فعلشان كده برجع تاني للسؤال في بداية الحلقة، هل ده شيء إيجابي اللي حصل النهاردة؟ طبعا، اللي هو زي ما بيسمى كده المضاعفات الخاصة بأي قرار اقتصادي، هو ده كانت نتيجته. اتفضل. طيب خلينا نروح ل يعني قناة السويس وقطاع السياحة، الاثنين من الحاجات الأساسية في الإيرادات. قناة السويس بنتكلم النهاردة 7.5، تتجاوز العام المالي اللي جاي 7 مليار 600 مليون دولار، 24 25 تقترب من 8 مليار دولار، اللي بعده هتتجاوز لحد 25 26 اكتر من 8 مليار دولار، 26 27 دخل القناة هيصل الى 8 مليار ونصف مليار دولار. طيب ممكن اقول لحضرتك على حاجة مهمة قوي وكل جمهورنا الكريم، سيادة الفريق أسامة ربيع كان مع حضرتك من يومين أول امبارح. مظبوط؟ مظبوط. سيادة الفريق صرح، ده رئيس الهيئة. أيوه. يعني اللي هو مسؤولية، ومعدلش ما بيقولش. نعم. تصريح. نعم. أي حاجة. هو عارف عنده إيه. مش كده؟ لأنه عنده تعاقدات وعنده توكيلات. هو صاحب الميزانية. نعم. هو يعني هو اللي. نعم. وهو اللي بيحاسب أمام ربنا سبحانه. نعم. وتعالى، ثم طبعًا يعني يعذرني. نعم. يعني وأمام الشعب المصري. نعم. قال إن إحنا إن شاء الله عاملين 8 مليار. صح. فالرقم إن إحنا هنوصل له بعد 5 سنين 8 مليار. لا. وصلنا له دلوقتي. الله يعني يا سلام. العام اللي جاي ده. الله على الكلام. هو ده بقى العام اللي احنا فيه ده، احنا ان شاء الله هنعمل 8 مليار. نعم. فلو حضرتك قست ان كل سنه هنعمل مليار زياده. 8 مليار و200 مليون كمان. خلينا 8 مليار. 8 مليار. عشان الناس تحفظ. 8 مليار. في الخمس سنين يبقى احنا ان شاء الله يا فندم هنوصل ل 13 مليار. هرجع تاني تقول لي بتقول لي كده ليه؟ هقول لك علشان حسابات صندوق النقد الدولي دايما يا فندم بتبقى يعني متشدده. يعني لو انت شايفك هتعمل زيادة في معدلات النمو 6 تقول لك لا هيعملوا 5. لو شايف ان انت النهاردة عندك زيادة في السياحة ب 13 مليار تقول لك لا هيبقوا 12. نعم. بتدي نوع من الثبات الجزئي للتوثيق للعالم الخارجي. طب قبل الختام عشان طالما حضرتك اتكلمت على السياحة. حاضر. فنتكلم على السياحة. الصندوق بيتكلم على ايرادات مصر قطاع السياحة الان حاليا 11 مليار 300 مليون. اللي جاي ان شاء الله 14 مليار و200 مليون. وخلي بالكم دي ارقام ايضا ان شاء الله تكون كويسه.
بنقترب من 19 مليار في 24-25، نقترب من 23 مليار بإذن الله في 25-26، نتجاوز 26.5 مليار دولار. رئيس الوزراء كان بيتكلم على عايزين نصل إلى 30 مليار دولار. أذكر حضرتك وجمهورنا الكريم، دولة رئيس الوزراء كان ليه تصريح أنا على ما أتذكره إن إحنا الحمد لله السنة دي من أحسن السنين اللي هي عدت في السياحة، وكنا عاملين تقريبا 13 مليار. نعم. فبرضو أرجع تاني هتقولي طب ما الصندوق قايل 11 مليار و3 من 10. أنا هقول لك الصندوق بيبقى دايما يعني مدقق أكتر، لكن إحنا عاملين أرقام أفضل من هذا. الحمد لله مواردنا من العملة الأجنبية اللي حضرتك بصيت عليهم كلهم، نعم، سواء قناة السويس، سواء السياحة، سواء الصادرات أو تحويلات المصريين في الخارج اللي إحنا بنسعى إن هم دايما يكونوا مجتهدين بيها، أو الاستثمارات اللي هي قلت شوية المباشرة، إحنا عاملين أرقام أحسن من كده. دايما بناشد حضرتك وكل الإعلاميين المحترمين، ثقوا في البلد، ثقوا في الاقتصاد بتاع البلد، ادوا دفعة، راقبوا الحكومة زي ما انتوا عايزين، اتكلموا زي ما انتوا عايزين، ولكن ثقوا ان هم بيقوموا فعلا بمجهود مقدار يعني القدرات اللي عندها موجودة. صدقني يا استاذ احمد، احنا ممكن ما كناش نلجأ للصندوق لولا ازمة اوكرانيا وروسيا. صدقني والله لولا التضخم وارتفاع الفوائد الامريكية على الاسواق في العالم ما كناش لجأنا تاني للصندوق، ولكن هذا نصيبنا زي ما بيقولوا او نصيبنا، فالحمد لله احنا ان شاء الله هنجتاز هذه المرحلة. عنوان لنظرة الصندوق لمصر من التقرير ده ايه هو؟ نظرته ايه؟ الصندوق نظرة ثقة في الاقتصاد المصري. خلونا نقول العالم بره بيشوفنا احنا ازاي، خلينا احنا نثق وندعم الحكومة، راقب الحكومة كيفما يتراءى لك، انتقد، ولكن ثقة المستثمرين وثقة الصندوق، لان الصندوق لا يجامل، الصندوق لا يتباهى بانجازه مصر، مصر بتتباهى بما تنجزه هي باللي احنا بنقوم بيه. اعتقد السوق السوداء لسه ليها روح، ممكن يومين ثلاثة اسبوع اتنين، لكن هتختفي، ولكن نحذرهم. طبعا ممكن تختفي، طبعا ونحذرهم، ممكن ولا هتختفي، لا هتختفي، مش هتختفي، مش وبنحذرهم يد الحكومة طايلة ومش هتحقق او يعني للأسف تخليها تعجزهم اللي عملته ده. في وجهة نظري الحكومة مش هترجع تاني تسقط اللي عملته. فقريب او بعد فترة السوق السوداء مش موجودة خالص، وزي ما احنا شايفين المجهود الكبير لن يكون هناك سعرين للدولار. لا انا بسأل حضرتك، انطلقت الرصاصة يا استاذ احمد، خلاص مفيش لا خلاف على هذا، مش هنقدر نرجع تاني لا مع المؤسسات الدولية ولا مع انفسنا. مصر النهاردة انتهجت المسار اللي هتسير فيه للقضاء على السوق السوداء علشان يبقى فيه سعر واحد. المصريين لازم يعرفوا هذا الامر، النجاح اللي حققناه او المجهود اللي قامت بيه الدولة مش هينفع نردم عليه تراب تاني خلاص. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، احنا بندور على التشغيل اللي رئيس الدولة بيتكلم بيه من 9 سنين، ما نقدرش نجنبه او نتركه في هذا الامر فقط لا غير. هتقضى على السوق السوداء، هذه ليست التجربة الاولى، دي التجربة التانية والتالتة، ولكن ما تنساش ان دايما هم علشان كسبانين فبيبقى في حلاوة روح زي ما بيسمى. اطمن وطمن جمهورك، ان شاء الله هيتم القضاء عليها، وان شاء الله هنجتاز بارقام افضل من دي. ده في وجهة نظر دكتور مصطفى بدر، شرفتنا. شكرا يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، شرف ليا ان اكون مع حضرتك، وكل سنه وانت طيب تاني. فاصل ثم نعود لحضراتكم، وزي ما بقول لكم عندنا ملفات صعبه جدا، ملفات شائكه جدا، بس مهم قوي نتكلم ويتكلم الناس، ومن خلال كمان مش احنا بس، كمان صندوق النقد الدولي شايف وضعنا ايه، مش احنا اللي شايفين نفسنا، لا الصندوق كمان شايفنا ازاي، زي ما دكتور مصطفى شرح ووضح. الانفوجراف اللي بحي عليه المركز الاعلامي بمجلس الوزراء انهم كمان النهارده يعني حللوا كلام الصندوق، طلعوا كلام الصندوق وانفوجراف، قعدوا اشتغلوا عشان النهارده يبقى موجود كمان، عشان حضرتك تبقى شايف بكره ايه. حضرتك اللي شايف، مش انا، مش الصندوق اللي شايف، فحضرتك لازم تبقى شايف ده، تبقى شايف ده اللي احنا بنعرضه لحضرتك، وكمان مع تحليل دكتور مصطفى. وزي ما قال لكم السوق السوداء بكره هيكون مكانها فين، او هتبقى فين السوق السوداء بعد الفاصل.